السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم معاذ إبراهيم. النهاردة حبيت أتكلم عن موضوع اللغة العربية، إن هي في بعض الأجهزة لما بتسطب نسخة جديدة مثلا تيجي تفتح لعبة زي كونكر أو أيا كانت، يعني أيا كانت لعبة، تكتب جواها تلاقي الحروف مبعوثة على هيئة رموز أو علامات استفهام وهكذا، ممكن تلاقي بعض الملفات مش مظبوطة، تيجي تسطب بعض برامج تلاقي فيه مشكلة في التسطيب، مشكلة غريبة مش هتعرف حلها. حل كل المشاكل ديت ان احنا هنعمل حاجة معينة في الكنترول بانل، ان احنا يعني هنقول للجهاز ان اللوكال بتاعنا، المكان بتاعنا هو ايه، مصر، هو مصر واللغة بتاعتنا الاصلية العربية، فهو بناء على كده هيمشي اللغة العربي بتاعك في كل حاجة. هتلاقي البرامج اللي مش عايزة تتسطب هتتسطب معاك، والالعاب اللي مش بتكتب عربي علامات استفهام ورموز هتتكتب عربي، والمشكلة ان شاء الله هتتحل كلها. هنخش مع بعض على كنترول بانل. كنترول بانل هنخش على كلوك لانجوج اند ريجون، هنخش على الريجون، تشينج لوكيشن، يبقى ريجون تشينج لوكيشن، وبعد كده هتخش معايا هنا اللوكيشن. اللوكيشن هنا هنخليه ايجيبت، اختار ايجيبت. بعد كده بنخش في اخر واحدة دي نختار ايه، تشينج سيستم لوكال، دوس عليها وتختار هنا. لازم تتأكد هنا ان عربيك ايجيبت، يعني في طبعا اختيارات هتلاقيها انجليش او ايا كانت، هتخليها عربيك ايجيبت وتدوس اوكي، وبعد كده ابلاي واوكي. طبعا انا عاملها قبل كده فمش هحتاج ادوس ابلاي. هنا لما هتعمل ابلاي وتدوس اوكي هيقول لك لازم ترستر الجهاز، وانت مش هيحصل اي حاجه للجهاز لما ترستره فعلا، فانت هترستر الجهاز ويفتح معاك ان شاء الله، هتلاقي كل المشاكل دي اتحلت معاك. وكده تمام الحمد لله، ونتقابل إن شاء الله في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.